الاهلي هتلاقي محمد الشناوي هو نجم الفرقه. طيب بمناسبه محمد الشناوي، شيء بشيء يذكر، يعني عندنا شناوي جديد في كره القدم المصريه بعد احمد الشناوي ومحمد الشناوي، في محمود الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك الواعد. يا كابتن محمود مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. حبيبي والله بنورك يا كابتن مصر. الف مليون مبروك السوبر الافريقي. الله يبارك في حضرتك والله. تسلم. بطوله مهمه واكيد كان محتاجها الزمالك. طبعا بطوله مهمه جدا واحنا محتاجينها والجمهور طبعا محتاجها. الحمد لله ان ربنا كرمنا وجبناها. انت فجاه لقينا محمود الشناوي بيلعب اساسي مع نادي الزمالك، موجود في ظروف طارئه، الحالة ما كانتش أفضل شيء مع نهاية الموسم الماضي، ورغم كده ظهرت بمستوى مبشر جدا، الجمهور كله اتكلم عنك بشكل كويس، استقبلت ده إزاي وأنت بتبدأ حياتك في الأداء أو في التميز مع نادي الزمالك والفريق الأول بشكل جيد؟ الحمد لله، يعني ده أولا توفيق ربنا، وثانيا أكيد بيجي بعد شغل كتير وتعب كتير، والحمد لله كنت بشتغل على نفسي كويس مع الفريق الأول، كنت ماشي كويس الحمد لله، فده يعني الحمد لله كرم من ربنا يعني. مباراة الأهلي بالنسبة لك شفتها ازاي وانت كنت شايف وموجود ومتابع اللي بيحصل؟ المباراة كانت صعبة، حسيتوها سهلة امتى؟ انت كنت وانت قاعد بره كنت شايف الدنيا ماشية ازاي؟ هو المباراة اكيد كانت صعبة، بس احنا كان اللعيبة كلها كان كلنا عاوزين الماتش يعني مش عارفين يروح مننا، وكنا مطلعين المرة اللي قبلها كويس ومطلعين كل اللي عندنا في الماتش، شكرا ربنا كرمنا الحمد لله كسبنا يعني. إصابة صبحي ومشاركة عواد، وكنت ممكن في أي لحظة تبقى في الصورة في المباراة دي، أنت كنت حاسس إنك ممكن تلعب المباراة دي؟ أنا كنت حاسس إن هي البطولة دي بتاعت عواد، وهو كان شغال كويس وربنا كرمه يعني الحمد لله وكسبنا البطولة يعني. التدريب بقى، تدريب الحراس على ضربات الترجيح قبل المباراة، إيه اللي حصل؟ واضح إن أنتوا كنتوا متدربين كويس، واضح إن أنتوا كنتوا متحفظين كويس على نقاط القوه في لاعبي النادي الاهلي اثناء التسديد، ايه اللي حصل يا كابتن محمود؟ احنا قبلها بثلاث ايام ولا حاجه، من اول ما كده من دخلنا في ابواب الماتش بتاع السوبر الاهلي بنتمرن على كل حاجه، والكوتش مرن على كل حاجه يعني ضربات جزاء وكل حاجه يعني. يعني اقصد انتوا كنتوا عارفين لعيبه النادي الاهلي بتشوط فين، عارفين اللعيبه وكل واحد فيهم بيأدي ازاي، عشان شفنا محمد عواد تألق جدا في ضربات الترجيح. بنبقى ذاكرين قبل الماتش طبعا، بيبقى في حاجه كده بنذاكرها، وفي الاخر يعني بيبقى ممكن الحاجات الذاكره دي بنعمل فيها، وبيبقى قرار يعني من الحارس يعني دلوقتي. انتوا كفريق كفريق الزمالك يعني تعرضتوا لضغوطات كثيره جدا ما قبل هذه المواجهه، بقى الناس كثيره كانوا بيقولوا انه الاهلي له الافضليه، ممكن الاهلي هو اللي هيكسب، الزمالك صعب بيكسب، تعاملتوا مع الضغوط دي ازاي يا كابتن محمود؟ يعني اكيد شفنا الحاجات دي كلها وكده، فدي ادتنا دافع اكتر يعني من اللي موجود، واحنا الحمد لله يعني ربنا كرمنا في الاخر وجبنا الماتش. لما شاركت مع الزمالك مين اكتر اللاعبين اللي كانوا بيدعموك وبيقول لك يعني كمل وهتبقى كويس؟ لا هو بصراحه يعني في لعيبه كتير يعني قوي مش عارف انسى حد، كلهم كانوا بيكلموني يعني، وابرزهم يعني اول ما طلعت كابتن شيكر كان بيكلمني كتير قوي يعني، وكابتن عمر جابر، وفي لعيبه كتير يعني كان بيكلموني يعني. انا حسيت من اول مباراه شاركت فيها مع نادي الزمالك انك مش قلقان، مش متوتر، توتر حارس صغير في السن بيشارك مع الفريق الاول، عملت ازاي؟ اكيد يعني الحمد لله كان كوتش كان مكلمنا قبليها، سنتي كان قاعد يتكلم معايا كتير، واللعيبه كلها ما كان ثقه قبل الماتش يعني، كان انا او صبحي او عواد اللي بيلعب يعني ما كانش في اي قلق نهائي، ما كانش في ضغط يعني، كان كله شايل على الضغط يعني خالص الحمد لله. جماهير الزمالك بعد السوبر الافريقي بتقول احنا مش عايزين نكتفي بالسوبر الافريقي، عايزين نكسب كل البطولات اللي جايه، الزمالك دلوقتي قادر انه يكسب كل البطولات اللي جايه؟ ان شاء الله باذن الله، يعني دي بدايه يعني ان شاء الله مش اخر بطوله باذن الله. كابتن محمود الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك بشكرك شكرا جزيلا، ومره اخرى بهنيك على لقب السوبر الافريقي. طيب.